يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وتحية لكل اللي انضموا لنا ليتابعونا بمشوارنا الصباحي لليوم. وصلنا معكم مشاهدينا لزاويتنا الحوارية الثالثة لليوم اللي نحكي فيها عن دور الأخلاق في المجتمعات، حيث يقاس تقدم المجتمعات في زماننا بالتطور العلمي والاكتفاء المادي للأفراد. هيدي المقاييس الشائعة، ولكن الحروب اللي بتعاني منها العديد من دول العالم بتدحض صحة هيدي المقاييس اللي ممكن انه تؤدي بالعالم كله الى الدمار. فما هو دور الاخلاق، وما مدى اهمية اقتران التطور العلمي بالاخلاق والقيم، وكيف بنقدر نحن نعزز القيم الاخلاقية لدى ابنائنا لنحافظ على مجتمعنا؟ هيدا اللي رح يحدثنا عنه اليوم ضيفنا بالاستوديو الدكتور الياس فياض، الاستاذ في كلية الزراعة والمدير لاحدى المنشآت التعليمية التربوية الخاصة والمدرب في مجال التنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك والسادة المشاهدين. يا هلا بك دكتور، يسعد صباحك. بداية حضرتك مارست الدور التربوي والتعليمي، يعني فينا نقول مجالات متعددة ومختلفة من أطفال طلاب جامعات وأيضا باحثين عن تطوير الذات. إذا بدنا نحكي أكثر عن الدور الأحب إلى قلبك بداية. بالحقيقة أنه التعليم، دوري في التعليم كان يقتصر لفترة زمنية طويلة جدا، تعليم جامعي. ما قبل الجامعي لفترة زمنية قصيرة، بعد تخرجي من الجامعة مارست التعليم في إحدى الثانويات لفترة زمنية ليس ما جاء تعييني في الجامعة. هلأ التدريب بدأت من بدايات 2014 تحديدا، أما الأطفال من حوالي شهرين فقط كلفت بإدارة الثانوية الوطنية الخاصة. والثانوية بتحتوي أو بتضم كل المراحل ما قبل التعليم الجامعي تماما، من الروضة وحتى الثانوية العامة. هلأ وين موجود؟ موجود في كل هالمطارح، على اعتبار أنه لا فصل بين العمل التربوي والعمل التعليمي. المعلم لا يستطيع أبدا أن يكون معلما إن لم يكن مربيا، تمام. فهما متلازمان لا ينفصلا. نعم، جميل هيدا الكلام، وخاصة ضمن نطاق المدارس. دكتور برأيك هل الأهم هو التربية أم التعليم؟ هلأ في كثيرين يعني بيحطوا كلمة التربية مرادفة للتعليم بالرغم من اختلاف المصطلحين، لكن المصطلحين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما. هلأ ضمن المدرسة وخارج المدرسة التربية أولا. لماذا؟ لأن الأطفال يتأثرون بالأفعال قبل أن يتأثروا بالأقوال. نحن دائما بنغفل، عندنا التربية عندنا التعليم، نغفل مصطلح كثير مهم والتعلم قبل دخول طفل إلى المدرسة. هناك 4 سنوات على الأقل، هناك المدرسة الأولى هي البيت، وهذا الطفل هو نتاج الصورة التي يرى والكلمة التي يسمع. هناك تعلم ذاتي، الطفل يرى ويشاهد ويقلد. صحيح. إذن أنا بقول أنه هذا البناء أساس التربية، والتعليم هو البناء. طالما الأساس سليما البناء يكون سليما. حتما التربية أولا. تماما. وهون يمكن فينا نقدر نحكي كمان عن موضوع أهمية نشر القيم ودور المدرسة بهذا الموضوع، ومين حيكون يمكن الشريك الأساسي للمدرسة بنشر هذه القيم؟ عندك مثلث، عندك البيت، عندك المجتمع، والرسول بينهما هو المدرسة والمعلم، هو الجسر اللي بينقل الطفل من البيت إلى المجتمع. بالبيت يتعلم الطفل ذاتيا وبالتشبه وبالتمثيل، صحيح؟ تماما. المعلم بيرسخ هذه القيم، هذه المبادئ، وبيربط هذه القيم والمبادئ بالعلم كي يقدم إلى المجتمع. المجتمع شو دوره؟ هو
طبعا المجتمع بما تمثله الدولة بكل مؤسساتها تضع النظم والقوانين، وبالتالي نحن بنشوف هذا الجسر أو هذا المثلث البيت والمدرسة، فإله دور كثير مهم في نشر هذه القيم، وكاد المعلم أن يكون رسولا. صحيح، يعني دائما نحن بنعرف انه اغلب الاطفال وخاصه من المراحل الصغيره بيتعلقوا ربما بالمعلم وبيكتسبوا منه اكثر ما بيكتسبوا او بيخافوا حتى او بيحبوا اهلهم ضمن البيت، ولكن شو هي يعني المهارات او الامور اللي ممكن انه يقدر المعلم من خلالها انه يعزز هيدي الثقه عند الطفل او حتى يزرع القيم والاخلاق فيهم بطريقه مختلفه ربما ما يكونوا هن اكتسبوها ضمن التربيه فيقدر المعلم هو يوصل لهم اياها بطريقته. سيدتي، المعلم أولا وأخيرا عليه أن يكون هو النموذج، هو المثل، هو القدوة. وحتى يكون المعلم هكذا، هذا المثل وهذه القدوة، أن تتمثل المبادئ والقيم بما يقوله، بما يفكر به، وبما يتصرف به. أن يكون هناك انسجام بين ما يفكر بالأفكار وبين ما هو يتكلم به وما يتصرفه. في هذه اللحظة بالذات يكون هو النموذج والقدوة. وحتى يرسخ هذه المفاهيم يجب أن يتحلى بصفات وخصائص. هناك الخصائص الشخصية، ودعيني أبدأ من الخارج للداخل. تفضل. المظهر، الشكل النظيف، المرتب، الابتسامة، الحب، الهدوء، الحكمة، التواضع، سمات لابد منها قبل أن يكون هناك يمتلك المهارات المعرفية والقاعدة المعرفية الكبيرة. مهما امتلكتي من أدوات العلم ومخارج العلم، حتما لا تصل إلا أن هذا المعلم أن ينزل من برجه العاجي تواضعا وحبا. فالحب والتواضع هو اسم الفضائل. تماما. يمكن هلا كثير بنشوف انه بعض المعلمين ممكن يلجأوا لوسائل، قد يكون انه بعض الاطفال عندهم صعوبه يمكن بادراك بعض المفاهيم بيلجأوا، او حتى بموضوع المشاغبه اللي كثير بنلاقيها نحن بالمدارس، فبيلجأوا لانواع من العقاب متعدده. نحن يعني ما لنا بصدد ذكر هلا العقاب، ولكن هل انت تؤيد لجوء المعلمين الى العقاب مع الاطفال؟ شو هو العقاب الامثل اللي لازم يكون؟ ابدا. مثل ما بنقول في الطب، آخر أدوات العلاج هي الكي، آخر سبل معالجة هذه الأمور هي العقاب. والعقاب مش العقاب الشخصي، مش القوانين الشخصية للمعلم، لا، هناك في نظم، هناك ضوابط، لكن قبل تطبيق هذه النظم وهذه القوانين هناك عامل إنساني. في أدوات كثيرة، في طرق كثيرة، التقرب من الطالب، تفهم وضع هذا الطالب. يعطيك مثال، في احدى محاضراتي في الجامعه، فالمدرس المعلم مفروض يلحظ، انت بالقاعه الدرسيه هناك معك متفاعل ومنتبه، في الطالب الشارد، في الطالب المريض، في الطالب الحزين. المعلم الحكيم والناضج والمحب لعمله بيرصد من خلال البادي لانجوج، لغة الجسد، هذه الظواهر. فكنت في احدى المحاضرات، احدى الطالبات أركنت في عينيها دموع، لم اتوقف عن المحاضرة، قربت من، وانا لا اقف، دائما اتحرك بين الطلاب. قربت وربتت على كتفه فقط، انه انا حاسس فيك. ففورا همرت دموع، بكت. بعد المحاضره بتزورني في المكتب وحكت ما لديها بشكل او باخر. واليوم
بعد تخرجها بزمن بعيد أصبحت من الصديقات الدائمات هي وعائلتها، زوجها وأولادها. بفعل هذا الفعل البسيط، إذا كثير من المهم المعلم أن يقترب ويتفهم قبل أن يلجأ للعقاب. العقاب ليس الطريقة أبدا. نعم، وهي ربما أحيانا العقاب يكون سبب حتى لإبعاد الطفل أو حتى الطالب الجامعي حتى عن مجاله التعليمي، عن حبه لهذه المادة، ممكن يعني يخليه يروح بمناحي أخرى، يفقد كثير من الصفات المهمة التعليمية اللي كان هو حاببها ومكتسبها بسبب المدرس. أكثر من هيك سيدي، عذرا المقاطعة، أكثر من هيك من الخطأ بمكان أن تخطئ الطالب أمام زملائه، من الخطأ بمكان أن تحرجي أمام زملائه. من الخطأ والخطيئة، أنا بعتبرها شخصيا خطيئة، تكلم وياه لحالك مش مشكلة، لكن لأنه هو بصير عنده ردة فعل. صحيح، وردة الفعل غير محسوبة، رح تنعكس سلبا على موقف الأستاذ كهذا الهرم أو هذه الهالة. فهم بيطلب الحكمة والهدوء والحب. الحب أهم شيء، الحب. نعم، والتواضع. تمام، مكملين حديثنا معك اكيد دكتور، ولكن حنكون هلا مع تقرير عن بعض الحكم اللي بتحدث اكثر عن الاخلاق. يمكن نحن كمان بنستقي منها لهيدي الحكم، هي يمكن بحياتنا نحن بنقدر نحن تكون كتجارب لنا يمكن، او نقدر نحن نكتسبها بحياتنا ونستفيد منها. بنتابع سوا بهيدا التقرير وعوده لمتابعه حديثنا مع حضرتك. دنياك ثنتان، أخلاق ومعرفة، فهذب العقل والأخلاق في آن. لقد تعلمنا في المدرسة ونحن صغار أن السنبلة الفارغة ترفع رأسها في الحقل، وأن الممتلئة بالقمح تخفضه، فلا يتواضع إلا كبير ولا يتكبر إلا حقير. التعليم هو ليس تعلم الحقائق، إنما هو تدريب العقل على التفكير. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. الرياضة هي تربية للنفوس قبل أن تكون إحرازاً للكؤوس. كن لابنك معلماً وهو طفل وصديقاً حين يكبر. سيعلم الأطفال كم هو جميل أن يظلوا أطفالا. إذا كان في الإنسان 10 خصال، 9 منها صالحة وواحدة هي سوء الخلق، أفسدت هذه الخصلة تلك 9. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. يعني تابعنا دكتور مجموعة من الحكم اللي كلها مرتبطة بالأخلاق وأهمية الأخلاق، إن كان للصغار وإن كان للكبار، حتى أنه هي حتى الرياضيين تتمتع لعبة الرياضة بالأخلاق. خلينا نحكي اليوم عن دور العلم وأهمية ارتباطه بالأخلاق اليوم، وهل فعلا ممكن أنه يكون مهما كانت نتائج التطور العلمي، هل هي ذات قيمة إذا لم تكن تمتلك الأخلاق؟ تحضرني قصة. أحد الأساطيل الأمريكية أرادت أن تعمل تدريب مناورة بحرية لسفينتين، اختارت سفينتين حربيتين في ظروف سيئة. بدأت المناورة،
حل الظلام، ضباب كثيف، أمواج عاتية، قائد الربان موجود في غرفة القيادة، المراقب في مقدم السفينة. بلحظة بيقول له: سيدي، أرى أمامي ضوء، ماذا أفعل؟ فبيعطي القائد لعامل الإشارة، أعطي إشارة خطر، سنصطدم بكم، غيروا المسار 20 درجة. ببلغ الرسالة، بيجي الرد. قبل ما سألوا للعامل المراقب، قال له: هل هذا الضوء متحرك أم ثابت؟ قال له: لا، هذا ثابت. قال له: نعطيهم هذه الإشارة خطر، وأنه رح نصدم فيكم، غير مسارك 20 درجة. بيجيهم الرد من المركب الموجود، قال لهم: نقترح عليكم أن تغيروا أنتم مساركم. القائد بيقول له رد، قل لهم: أنا القائد، غير مسارك 20 درجة. برد على المركب، قال له: أنا الرقيب من الدرجة الثانية، أفضل أن تغيروا مساركم 20 درجة. طبعا القائد غضب، نرفز، وقال لهم: نحن سفينة حربية، عليك أن تغير مسارك. بيرد له، قال له: نحن الفنار. فنار سيدتي هي الأخلاق والمبادئ، تماما، هي ثابتة غير متحركة. هذا التوحش اللي شايفينه بفعل التقدم التكنولوجي الخطير والمتسارع، صح، اليوم البشر عم تفني بعضها. اليوم ما في للأسف أي مكان للأخلاق والمبادئ والقيم، لكن هذه الأداة سوف تدمر ما أنتجوه. ولاحظي المتغيرات اليوم في الساحة العالمية، هذه المتغيرات الخطيرة جدا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تسود العالم هذا توحش الرأسمالي الخطير، اليوم وضعت قوانين غريبة. صحيح. قوانين غريبة. أنت اليوم سيدتي، أنت ناجحة عند تملكين المال، أنت ناجحة عند تملكين السيارة والفيلا. صحيح. بغض النظر عن الوسيلة أو الأداة، أصبح الشخص يقاس بما يملك وليس بأخلاقه. بما يملك. تمام. اخترقنا القوانين الطبيعية سيدتي. هناك الزراعة، هناك الزراعة، هناك انتظار لتحصل على الثمار. اليوم حرقنا المراحل. صحيح. دخلنا في عصر الإيقاع فيه سريع. هذا الشيء بدلنا نحكي أكثر عن تأثيرات عصر السرعة، يمكن هلأ حاليا بوقتنا الحالي، وخاصة مع دخول الإنترنت على كل بيت، يمكن أصبح زائر أساسي ببيوتنا. هيدا الشيء برأيك خلق هو بين الأجيال، كيف نحن بنقدر أيضا نسد لهيدي الهوة؟ سيدتي، نحن نعيش في عصر مادي، هذا صحيح، عصر سرعة أكيد صحيح، فيه هو أكيد فيه هو. السبب القطبية اليوم اللي ساعدت العالم من حوالي 30 سنة الواحدة، والتوحش الرأسمالي كما ذكرت منذ قليل، اليوم حولت الإنسان إلى آلة. اليوم الكل يتنافس مع الكل، ليس فقط الحرب بين دول، بين مؤسسات وشركات ضمن الدولة الواحدة للحصول على كم أكبر من المكتسبات المادية وغير المادية، صح؟ إذا نحن نعيش بعصر مادي بامتياز. بنفس الوقت هذا الاختزال، هذا الاختزال، هذا الخرق للقوانين الطبيعية، عدم الانتظار. اليوم طفلك بده الشهادة بأسرع وقت ممكن، وبده الموبايل بأسرع وقت، بده يكبر فورا، بده يتزوج قبل، وبده قبل هو قاعد. لذلك اليوم لا منا للأهل بما يقدمونه. اليوم الأهل عايدوا كل شيء، والطفل اليوم أو الشاب
شو عادي، هذا لازم شيء طبيعي. يعني هون ما فينا دكتور شوي نعزي السبب والمسؤولية على الأهل اللي ربما هن ما عم بيعززوا القيم الأخلاقية عند أبنائهم، كونهم عم يعتبروا هن تلقائيا أنه هذه الفترة هي فترة يسود فيها المال، تسود فيها المادة أكثر، ممكن نعزي هذا السبب لإهمال الأهل ربما لهذه القيم الأخلاقية؟ ليس فقط الأهل سيدتي، ليس الأهل فقط، القضية قضية جمعية ومجتمعية في كل مكان. ولكن نحن ذكرنا ببداية حديثنا التربية، التربية هي الأساس. صحيح. تغيب، صار في ثقافة اليوم، ثقافة مادية. اليوم الحياة متسارعة بشكل غريب، اليوم الموسيقى ضجيج، اليوم الغناء صراخ، اليوم الرسم خربشة لونية، في قباحة في لم يعد هناك من جمال. نحن كان في أيام زمان كان في مسابقة لملكة الجمال، اليوم بيعملوا مسابقات. طبعا أرجع وأقول هذا المتوحش أمريكا اللي هي نشرت كل هذه الثقافات عبر التقنية، ماذا فعلت؟ اليوم عاملة مسابقة لأقبح إنسان أو لأقذر إنسان أو إنسان. شوفي هذا التشويه. إذن اليوم نحن عايشين في وضع غريب، العالم مهتز غير مستقر. عندما أقول آلي صار الإنسان آلي، هو بلا روح. نحن نحب بلا روح، نحن ناكل بسرعة، نمشي بسرعة، صرنا نفكر بسرعة أكثر من قبل ما نحكي. حياتنا سرعة كلها. سرعة. طب هلا إذا نحكي نحن يعني خلينا نحط خطوط، خلينا نقول للتغيير إن أمكن، كيف نحن بنقدر نساهم بيمكن التغيير الإيجابي إذا كان الحوالين عم بيفكروا بأشياء مختلفة وأنماط مختلفة؟ أنا بشوف من المؤسف جدا إنه نقدر نقول نحن بنقدر نحدث هذا التغيير بشكل ذاتي. يعني أنت اليوم إذا أنت اشتغلتي على ابنك وعطيتيه حملتيه هذه القيم والمبادئ، الحب والعدل والتواضع، كل هالمفاهيم الأخلاقية الثابتة عبر التاريخ، في مجتمع لا يتغير المجتمع كارثة، رح ينصدم بالمجتمع. صحيح. تماما. رح يقلك ماما ليش هيك ربيتيني، ماما شو عملتي فيه يا ماما. صحيح. شو عملتي فيه. صحيح. في هناك فجوة كتير كبيرة، فالحل سيدتي يكمن بحالة مجتمعية عامة ليس على مستوى المحلي. لازم المجتمع الإنساني ككل يرجع إلى القوانين يلي بتحترم الإنسان، تحترم الدول بعض البعض، في عدالة حتى تتفرغ كل دولة لبناء مجتمع، والمجتمع بيتفرغ لبناء الأسرة والمدرسة وغيره. إذن قضية عامة للأسف، وخاصة في ظل هذا الاجتياح التكنولوجي الخطير الغير مضبوط لغاية هذه اللحظة. نعم. حضرتك دكتور يعني كمان اختصت بمجال التنمية البشرية، برأيك التنمية البشرية هل ممكن أنه تكون هي وسيلة مساعدة تعليمية ربما تكسر شوي من هيدي الفجوة، ربما يكون لها دور مهم اليوم وخاصة في حالة وجود فعلا كتير مدارس للتنمية البشرية، يكون لها نوع من هيدي التنمية المجتمعية بشكل أو بآخر؟ هيدي دورة داخل المؤسسة التعليمية وخارج المؤسسة التعليمية، هذه دورة. طالما المستهدف هو الإنسان، طالما هو المستهدف هو الإنسان، ماذا تعني التنمية؟ هو تأمين أفضل الظروف الإنسانية للفرد في المجتمع. إذا من هو المستهدف؟ الإنسان. وهنا سواء كان في المدرسة أو الجامعة أو خارج المدرسة والجامعة. تمام. وهذا ما يجب أن يحصل. نحن اليوم قبل ما نفكر بإعادة البناء يجب أن نفكر بإعادة بناء الإنسان، لأن كان الإنسان، وأنا أقول هون سوريا الألم، كان من أسباب الألم هو بعض ما جاء وقام به الإنسان. صحيح. حلو. والهدف اليوم بالأعمار هو بناء البشر قبل بناء الحجر. صحيح. أكيد.
دكتور، يعني خلينا ختاما، بدأنا بداية حديثنا مع حضرتك بسؤالك عن الدور الأحب لقلبك من الاختصاصات، وذكرت أنه كلهم. خلينا طيب نحكي ختاما عن الدور اللي هو فعلا يكون إيجابي إن أمكن لإحداث هيدا التغيير بالإيجابي طبعا بالمجتمع. شو ممكن نحن على أي وتر نحن لازم نشتغل بالهدف اللي نحن لازم نوضعه لحتى نحدث هيدا التغيير؟ أول شيء اسمحي لي وجه كلمة للمربين والمعلمين، سواء كان في الجامعة أو في غير الجامعة. هنا تكمن مسؤولية كتير كبيرة. المعلم لديه مسؤولية كبيرة جدا، وكاد المعلم أن يكون رسولا. هذا المعلم راح له شيء كتبته في يوم من الأيام ونزلته عبر سلسلة اسمها قادم الأيام على الفيس. بإحدى حلقات هذه السلسلة قلت: ما نفع علم درسته ولم تعلمه لأحد، وما نفع كتاب قرأته لم تناقش فيه أحد، وما نفع ابتسامة لم يراها أحد، وما نفع مطار لم ينتظرك فيه أحد، وما نفع حياة لم تكن فيها أحد. أنا سأكون ولن أكون عابر سبيل، وهي رسالة لكل الناس. يجب أن يكونوا هم جزء من هذه الحياة. وقت اللي بقول انه ما نفع انسان او ما نفع حياه إن انت فيها لا احد، كنت فيها لا احد. سيدتي، الحياه ترتكز على اربع مبادئ. المبدا الاول هو العيش، انك تعيش. وهذا المبدا مرتبط فيه الحاجات الطبيعيه الاساسيه الماديه. يعني انت بحاجه لتاكلي لتنامي، بحاجة للمال لتحققي هذه المعطيات، لتروحي لعند الطبيب. هي الحاجات بنسميها الحاجات المادية. وهذا أول المبادئ. عندك المبدأ الثاني، مبدأ الحب. هذا المبدأ مرتبط في الحاجات الإنسانية، الحاجات الاجتماعية. لازم تحبي حتى تكوني محبوبة، وما قادرة تكوني محبوبة إذا ما حبيتي. والمبدأ الثالث تعلم، وهي مرتبطة في الحاجات الفكرية. الإنسان بحاجة في كل يوم أن يتعلم. شخصيا وقت بدخل على أول دفعة، على دفعة جديدة في الجامعة، لأول مرة بعطيهم مثلا، لاحظهم على التفاعل والسؤال. بقول لهم: ليس عيبا ألا تعلم، لكن من العيب ألا تتعلم. أنتوا أنا سنبقى تلاميذ في مدرسة العلم والحياة. صحيح. إذا الإنسان بحاجة إلى الدائمة للتعلم، إلى التعلم الدائم. والمبدأ الرابع سيدتي، ترك الأثر الطيب. لا يجب أن تكون عابر للسبيل. أعطوا ما تعلمتموه، أعطوا. نعم. حبوا. نحن عم نتنافس على شو؟ أقول عم نتنافس على كفن بلا جيوب. صحيح. المكان يتسع لنا جميعا. نعم. رغيف الخبز نستطيع أن نتقاسمه سويا. الحب والغفران هو الطريق الوحيد إلى السلام، والسلام هو اللي بيعطينا قدرة على التطور.
هي هي أجمل الرسائل اللي ممكن تتوجه لأي شخص لحتى يكون فعلا مثل ما ذكرت حضرتك الانطلاق ذاتي. دائما البداية تكون من الذات لحتى نحن نصلح بأنفسنا ما كان فيها من سلبي وما غاب عنها، لحتى نتحسن نحن ونبدأ ننشر هذا التحسن وهيدا الجمال وهيدا الغفران للمحيط واللي هو بدوره رح يأثر على المجتمع. هذا كتير صحيح. أكيد كتير بدي أتشكرك اليوم وأتشكر وجودك معنا ومعلوماتك الجميلة والقيمة اللي قدمت لنا إياها الدكتور إلياس فياض، حضرتك محاضر في كلية الزراعة والمدير لإحدى المنشآت التعليمية التربوية الخاصة والمدرب في مجال التنمية البشرية. شكرا كثير لوجودك معنا. اسمحوا لي أشكركم على استضافتكم الكريمة وعلى لقائي بهذه الوجوه المبتسمة، لأني الابتسامة هي مفتاح الحياة. نعم شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور، نورت صباحنا لليوم. ونحن حنختم ونقول انه كونه ذكرنا الموسيقى والحب انه كل موسيقى بدون حب هي ضجيج. شكرا كثير لحضرتك دكتور.